السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم البنات جبت لكم بحلوى جافة، واللي هي عبارة عن صابلي وشوكولا محشية بالحلوى الترك والكاوكاو. ان شاء الله تعجبكم، ولا يعني يعجبكم الفيديو بارتاجيو الفيديو وفرحوني هذه المرة البنات، هكذا باش نقدر نوصل. يعني الحلوى هذه تنحي لكم اكثر من 120 حبه، يعني حلوه اقتصاديه وبنينه بالبزاف. ويعني كما قلت لكم تنحي لكم 500 غرام مارغرين، تنحي لكم اكثر من 120 حبه. ابقوا معنا البنات، شوفوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. بالنسبة لعجينة الصابلي البنات، هنا عندي 500 غرام مارغرين، عندي كاس سكر ناعم، وعندي كاس كاوكاو محمص وملحي، وعندي مغرفة مليحة تاع لافاني ورشة تاع الملح. وكيلت هنا البنات كيلو تاع الفرينة في الطاس هذا تاع لي ميزور، كيلت كيلو. هنا في البيتخان ديالي رايحة نحط 500 غرام مارغرين، يعني نحطوها كامل. نتوما البنات تقدروا ديروها باليد عادي، يعني تديروها في الجفنه هكذا باش تقدروا تحكوها مليح. يعني الخليط هذا تاع الزبده لازم يتخلط مليح. وعندي كما قلت لكم كاس سكر ناعم، رايحه نضيف له مغرفه صغيره معمره تاع لافاني، ونغربل كلش بهذه الطريقه، ونزيد الرشه تاع الملح والكاس تاع الكاوكاو الملحي ومحمص، ونحطه يعني يتخلط. في جهة واحدة اخرى رايحة ندير باكي تاع الخميرة، يعني ما ذكرتهاش في المقادير، ونزيدو كيلو تاع الفرينة. نغربلوها كامل البنات هكذا، نغربلوها كامل. من بعد نروح البيتخان ديالي، يعني شوفوا البنات كيفاش تولي الزبدة ديالي، يعني تولي فاتحة، تولي على شكل اللون الأبيض هكذا. من بعد نرد البيتخان ديالي يتخلط غير بشوية، يعني بلا فيتاس صغيرة هكذا، ونبدأ نرمي الفرينة ديالي والباكي تاع الخميرة للداخل، يعني بالتدريج، وهي راهي تتخلط بشوية. نتوما ولا درتوها باليد ديروها في الجفنة، من بعد حكوها مليح حتى تولي لون أبيض. من بعد زيدوا الفرينة غير بشوية هكذا حتى تتلموها. يعني 500 غرام مارغرين دات لي كيلو تاع الفرينة، يعني سوا سوا برك هكذا. البنات نكمل بهذه الطريقة حتى يتخلط كامل العجينة ديالي تاع الصابلي. يعني ما حبيتش نحبس الفيديو على المبتدئات هكذا باش يشوفوا حتى الاخير. هكذا هنا مازالها يعني طريه، رايحه نضيف كامل الكميه، يعني دات لي كيلو هكذا، نضيف كامل الكميه تاع الفرينه بهذه الطريقة. هكذا جات عجينة هايلة، شوفوا البنات يعني تتمسك في اليد، طرية بصح ما تلصقش. بهذه الطريقة رايحة نخليها البنات العجينة هذه ترتاح، شوفوا البنات كيفاش تجي، تجي فتحة وهيلة شوفوا. رايحة نردها للبيتخان ديالي ونغطيها ونخليها ترتاح. في جهة واحدة اخرى البنات رايحة ندير يعني ندوب الشوكولا ديالي باش نوجدها يعني لداخل المول
هكذا باش ندخلها للمجمد تجمد. رايحة نقطع شوكولا ديالي قطع صغيرة هكذا باش تعاوني يعني تدوب بكل سهولة. هنا كل حبة تاع شوكولا عندها 100 غرام، رايحة نزيد لها مغرفة تاع الزيت هكذا. البنات هنا عندي 200 غرام شوكولا، وندير 2 مغارف تاع الزيت، يعني كل 100 غرام شوكولا ندير لها يعني مغرفة تاع الزيت كما راكم شايفين هكذا البنات. ونحطوها في حمام مائي تدوب. انا البنات المول هذا اللي درتو يعني المول تاع الشوكولا سبق وشفتوه يعني معايا في مشترياتي، يعني المول هذا يتواجد في الاسواق ويعني بسمة معقولة، يعني شريته ب5000 يعني ماشي غالي، وشريت معاه هذا المول تاني يوالم معاه يعني مستطيل صغير كما راكم شايفين هنا يجي سوا سوا معاه هكذا. هذا هو اللي نعمر نعمره يعني شوكولا هكذا باش نحطه في المجمد بهذه الطريقة. نعمر المول ديالي بالشوكولا ونستعين بالبنسو صغير هكذا، نطلع للفوق البنات هكذا باش كي نديموليو المول ديالنا رايحة الشوكولا تاعنا تجينا يعني يعني تجينا بليفينيسيون مليحة يعني ما تتكسرش. هكذا نحطو كمية تاع الشوكولا، من بعد نطلعو للفوق نكمل بهذه الطريقة ونحطها في المجمد. في جهة واحدة أخرى البنات رايحة نوجد الحشو. الحشو عبارة عن حلوة الترك، عندي كمية تاع حلوة الترك، عندي كاس تاع الكاوكاو مرحي ومحمص، وعندي العسل. نجمع هادو المكونين بالعسل. هنا درت البنات كمية صغيرة يعني ماشي هادي اللي تكفيني 120 حبة، بصح درت هاد الكمية صغيرة باش تشوفوا برك. وزدت عفوا إضافة صغيرة واللي هي لعطر الشوكولا يعني يعطي لها ذوق بزاف بنين. ونخلط بالعسل كما راكم شايفين حتى تولي لي عجينة كما قلت لكم البنات. هاد الكمية تاع الحش ماشي هادي اللي تكفيني 120 حبة، درت كمية صغيرة برك. من بعد رايحة نزيد هكذا نخلط حتى تولي لي عجينة البنات. نغطيها ونخليها بيجيه. من بعد نولي العجينة ديالي من بعد ما ارتاحت رايحة نستعين بالورق البلاستيكي كما راكم شايفين. هنا الورق البلاستيكي يعاون بزاف البنات. ونبدأ نحل العجينة تاعي كما راكم شايفين هنا، نحلها بصح ما نحلهاش رقيقه، رايحه نحلها يعني سمك 8 مليمتر يعني شويه خشينه، لانه هاد الصبلي ما يرحش نلصق وحده مع الاخرى يعني تجي وحدها برك. من بعد نطبع كما راكم شايفين هنا المستطيلات دياولي يعني الجهه وين كاين يعني الجهة السامبل، من بعد وعي كما راكم شايفين ونحطها داخل السنيوة التاعي اللي فيها البابي كويسون وندخلها للفرن تطيب، يعني تطيب عادي كما أي صبلي. هكذا من بعد نلم العجينه غير بالورق البلاستيكي ما نلموهاش باليد البنات هكذا البنات. بهذه الطريقه نكمل كامل العجينه تاعي بهذه الطريقه، نوجد كامل السنيوات ديالي ونطيبهم هكذا هكذا. الحشو راه واجد والشوكولا حطيتها في المجمد هكذا، كل حاجه واجده. هذه هي ندخلها للفرن. بالنسبة للشوكولا من بعد ما نحيتها من المجمد عفوا
يعني صبت كاين فراغات وين ما كان الشوكولا، رايحة نزيد هكذا باش كي نديمو ليها ما تتكسرش معانا البنات. رايحة نزيد شوية برك وين كاين الفراغات، من بعد نحشيها بالحشو اللي درنا مع بعض، الحلوة الترك مع الكاوكاو والعسل. رايحة ندير حرابش صغار كما راكم شايفين ونديرهم لداخل المول ديالي، ونعاود نردها حتى المجمد هكذا باش تجمد معانا شوية. يعني هاد المرحلة تقدروا توجدوها البنات قبل كل شيء، يعني قبل ما تبداو. هذه هي يعني الصبلي ديالنا، من بعد ما طابو يعني جاو محمرين من تحت برك، يعني من الفوق ما نحمروش. وعندي لا جولي، عندي كاوكاو محمص ومرحي، وعندي الشوكولا ديالي المحشية بالحلوة الترك. يعني كل شو واجد هنا رايحة نديمولي هذا قدامكم، تشوفوا كيفاش نديمولي. يعني غير نضربوها غير شوية هكذا وتتنحى. من بعد واش ندير البنات، رايحة نرفد حبة تاع الصابلي ونرفد حبة تاع الشوكولا المحشية، نحطها في الوسط البنات، لازم نخلو يعني الفراغات متساويين. من بعد نطلي يعني ساير داير بلا جولي ولا بالمعجون ولا بالعسل كيما تحبوا اللي عندكم البنات، تقدروا تعوضوه بالعسل ولا بالمعجون هكذا. من بعد نحط الكاوكاو ديالي ساير داير في الشوكولا هكذا. يعني هذا هو الشكل ديالو النهائي كما راكم شايفين. نحط الشوكولا ديالي في الوسط، من بعد رايحه نزيد لاجولي ديالي ساير داير والكاوكاو. يعني نغطي كامل الشوكولا، يعني الحواف هذوك تاع الشوكولا نغطيهم، يعني ولا جاو معوجين ولا ما كان يعني ما فيها والو، يعني تغطيهم بالكاوكاو ما يبانوش ما يبان والو هكذا البنات. من بعد ما خلصت الكمية ديالي تاع التزيين رايحة نحطها في الكيسات ديالي. هذه هي البنات، من بعد ما خلصت كامل الكمية تاع العجينة وكامل التزيين خلصتهم وحطيتهم في سنيوات كما راكم شايفين. يعني كما قلت لكم خرج لي كمية هايلة، 120 حبة ولا اكثر. يعني كاينين اللي صاب لي اللي كسروا لي. هذه هي ان شاء الله البنات، يعني الوصفة تاع اليوم تعجبكم، وان شاء الله تفرحوني بالبارتاج وتفرحوني باللايكاتكم وتعليقاتكم هكذا باش نزيد نواصل. هكذا البنات ما بقى لي غير نقولكم ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة، وإلى الملتقى، سلام.